بالنسبة للقطرات المرطبة عموما، يعني احنا عندنا في القطرات النوع اللي احنا عنينا واخد عليه وهو ازازة القطرة دي عادية خالص، بنبقى عارفين ان احنا ايه الازازة دي، ازازة القطرة دي بيبقى فيها مادة حافظة، واخد بال حضرتك؟ يعني دي الازازة اللي احنا متعودين عليها دي بيبقى فيها مادة حافظة، وعادي ان لما بنفتح القطرة، احنا قلنا القطرة شغالة معانا لمدة شهر نتيجة وجود هذه المادة الحافظة، فبعد ما بنفتح القطرة، القطرة دي شغالة معانا لمدة شهر، بعد شهر بنرميها نجيب واحدة جديدة، يعني ما تكونش مثلا قطرة اتفتحت وقعدت 6 شهور حتى لو في التلاجة، لا خلاص بنتخلص منها. فالقطرة دي بيبقى فيها مادة حافظة. لما بيكون في حد عنده جفاف شديد قوي وبنحتاج نحط من القطرة كتير قوي كل ساعة مثلا، ساعات بيبقى أكتر من كده للناس اللي بيبقى عندها جفاف عنيف قوي، المادة الحافظة اللي هنا ممكن تتعب له عينيه لما بنحط فترة كبيرة قوي. فهنا بنلجأ ان احنا نستخدم حاجة اسمها المينيمز، اللي هي زي اللي في ايدي دي، بتبقى للاستخدام دي بتستخدم يوم واحد. المشكلة في بتاع المينيمز دي ان هي ما فيهاش مادة حافظة، فبالتالي بتتفتح كده تستخدم عادي زي القطرة، وبعدين بقوم ايه بعد ما استخدمتها في اليوم دوت ممكن استخدمها، يعني فيها مرة كمان بحطها في التلاجة، ممكن احط منها مرة كمان وخلاص بتترمي، لان هي اصلا فيها هي اللي جواها 4-5 نقط اصلا قطرة مش اكتر من كده. لكن فايدتها في بعض في علاجات كتير ان هي لا تحتوي على مادة حافظة، فبالتالي بتنفع الناس اللي هي بنستخدمهم لهم القطرة المرطبة فريكوانسي كتير او مرات كتير، وكمان تنفع ناس قليلة بيبقى عندهم حساسية من المادة الحافظة في الأدوية عموما، ودول ما بنكتشفهمش إلا لما نوصف لهم دواء ويحصل عندهم حساسية من القطرة دي، نغير لهم القطرة حساسية، لا نقول بس استنى انت عندك حساسية من المادة الحافظة اللي في القطرات عموما، ما تاخدش الا قطرة خالية من المادة الحافظة عشان انت عندك حساسية، ودول مش كتير الناس دي، ندرة برضو يعني. فدي برضو من الحاجات اللي احنا نبقى عارفين لما نشتري من الصيدلية او نروح للصيدلي والدكتور يكون كاتب لنا القطرة دي عادي بتتفتح البلاستيكة اللي فوق دي كده، خلاص اتفتحت بحط القطرة، وممكن لو فيها لسه نقطتين بقوم حاطط الغطا ده ممكن بيتقفل بيه تاني، وقوم حاططها في باب التلاجة وارجع استخدمها تاني لليوم دوت، وبعد اليوم دوت ما بستخدمهاش تاني خالص. وكده يبقى احنا ايه اتكلمنا شوية عن موضوع جفاف العين.